Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhilla lah wa man yudhlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فبالأمس انتهينا من زكاة المال، والزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة مال وزكاة بدن. والمقصود بزكاة المال زكاة الذهب والفضة، ويعبر عنها بزكاة النقدين، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الحبوب والثمار، ويعبر عنها أيضا بزكاة المعشرات، وزكاة عروض التجارة، وزكاة المعدن والركاز. هذا القسم يسمى زكاة الأموال. القسم الثاني يسمى زكاة البدن. مقصود بزكاة البدن زكاة الفطر، تسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن وتسمى زكاة رمضان وتسمى صدقة رمضان، كلها أسماء لنفس المسمى. فبدأ المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله، المتوفى سنة كم؟ 918، صح؟ سنة كم توفي؟ 918، نعم. ما اسمه؟ مشكلة إذا انتهيت من الدورة وأنت لا تعرف اسم المؤلف، مشكلة. عبد الله بن عبد الرحمن بافضل، تمام، احفظ. قال المصنف عبد الله بن عبد الرحمن بافضل المتوفى سنة 918 رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة. قال: فصل. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان إذا كان حرا، فتجب عليه فطرة نفسه وفطرة من عليه مؤنته من زوجة ووالد وولد وعبد إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: زكاة الفطر واجبة، ووجوبها دل عليه السنة النبوية ودل عليه إجماع المسلمين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذن زكاة الفطر واجبة، وقام على وجوبها الإجماع. وشروط وجوبها، لو أنكم تطفئوا هذا أفضل، أمس سقطت واحدة. نعم، أيوة، الجو مناسب يعني ليس حرا شديدا، تمام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، والشرط الثالث أن يجد ما يكفيه، أن يجد فاضلا عما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني إدراك جزء
من رمضان وجزء من شوال. الشرط الثالث أن يجد فاضلا عما يكفيه ومن ينفق عليهم ليلة العيد ويومه. هذه ثلاث شروط، من تحقق فيه الشروط الثلاثة وجبت عليه زكاة الفطر. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب زكاة الفطر على الكافر. الشرط الثاني أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، بمعنى أن تغرب عليه الشمس آخر يوم من أيام رمضان وهو حي. وبالتالي نقول الشخص إذا مات بعد غروب الشمس، إذا مات الشخص بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ ما رأيكم؟ تجب أو لا؟ تجب. مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان تجب عليه، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، لأنه مات بعد أن غربت الشمس. شخص آخر إذا ولد قبل غروب الشمس، طفل ولد قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان، تجب عليه أو لا تجب عليه؟ تجب عليه، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. لكن هذه الحالة الأولى قلتم تجب، الحالة الثانية قلتم أيضا تجب، الحالة الثالثة إذا مات قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان، قبل أن تغرب الشمس مات، هل تجب عليه أو لا تجب؟ لا تجب. لماذا لا تجب؟ لأنه أحسنت، لأنه لم يدرك جزءا من شوال. ممتاز. الحالة الرابعة إذا ولد بعد غروب الشمس، تجب أو لا تجب؟ لماذا لا تجب؟ لأنه لم يدرك جزءا من رمضان. واضح؟ إذن الشرط ما هو؟ الشرط أن يدرك جزءا من رمضان وأن يدرك جزءا من شوال. لو أدرك جزءا من أحدهما لا تجب عليه، إنما تجب على من أدرك الجزئين، الجزء الذي من رمضان والجزء الذي من شوال. الشرط الثالث أن يجد فاضلا. ما معنى فاضلا؟ زائدا عما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويومه. إذا كان الشخص عنده ما يزيد عن نفقة يوم العيد وليلته يجب عليه إخراج زكاة الفطر. إذا كان لا يجد إلا ما يكفيه ليوم العيد وليلة العيد لا تجب عليه. واضح؟ إذن هذه ثلاثة شروط إذا تحققت وجب إخراج زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. يشير إلى أي شرط من هذه الشروط الثلاثة؟ يشير إلى أي شرط من هذه الشروط الثلاثة؟ إلى الشرط الثاني. أحسنت. قال: إذا كان حرا. ما معنى إذا كان حرا؟ معنى إذا كان حرا أي أن زكاة الفطر لا تجب على العبد، لا تجب على العبد نفسه، لكن يجب على السيد أن يخرج زكاته، أي زكاة العبيد الذين عنده. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. إذا نقول قول المصنف إذا كان حرا فيه إشارة إلى أن العبد لا تجب عليه زكاة الفطر، لكن تجب على السيد أن يخرجها عن عبده أو العبيد الذين تحت يده. قال رحمه الله إذا كان حرا فتجب عليه فطرة نفسه، أي يجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، فيجب عليه فطرة نفسه وفطرة من عليه مؤنته. يجب عليه أيضا أن يخرج زكاة الفطر عمن ينفق عليهم من زوجة، فيخرج صدقة الفطر عن زوجته، يخرج زكاة الفطر عن زوجته التي ينفق عليها، وعن والد وولد وعبد إذا كانوا مسلمين، يشير إلى الشرط الأول، تمام، ووجد ما يؤدى عنهم، يشير إلى الشرط الثالث. اتضح لكم؟ فهو ذكر الثلاث الشروط لكن هنا على السبورة مرتبة. أعيد قراءة العبارة وانتبهوا. قال المصنف رحمه الله تعالى فتجب عليه فطرة نفسه وفطرة من عليه مؤنته من زوجة. ما معنى من عليه مؤنته؟ أي من تجب عليه نفقته. الزوجة إذا كان يجب على الزوج أن ينفق عليها يجب أن يخرج عنها زكاة الفطر، وإذا كانت الزوجة لا يجب على الزوج أن ينفق عليها لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها. نحتاج أن نوضح هذه العبارة أكثر. الزوجة الناشزة، الناشزة التي ترفعت على زوجها، هذه يسقط حقها في النفقة، لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الناشزة، وبالتالي لا يجب على الزوج أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته الناشزة. لماذا؟ لأنه لا تجب النفقة لها فلا يجب إخراج صدقة الفطر عنها. واضح أو لا؟ الزوجة التي طلقت طلاقا رجعيا ولا زالت في العدة، هل يجب على الزوج أن ينفق عليها أم لا؟ يجب على الزوج أن ينفق عليها. إذن نقول الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ولا زالت في العدة يجب على الزوج أن ينفق عليها، ويجب أيضا على الزوج أن يخرج عنها صدقة الفطر، لأن الضابط يقول من وجبت نفقته وجب إخراج زكاة الفطر عنه، وعكس الضابط من لا تجب نفقته لا تجب إخراج زكاة الفطر عنه. فالزوجة الناشزة لا تجب نفقتها، إذن لا يجب إخراج زكاة الفطر عنها، والزوجة التي في عدة رجعية يجب نفقتها، إذن يجب إخراج زكاة الفطر عنها. قال رحمه الله تعالى من زوجة ووالد، أي أب أو أم وإن علوا، وولد وعبد إذا كانوا مسلمين، يشير إلى الشرط الأول وهو الإسلام، ووجد ما يؤدى عنهم، يشير إلى الشرط الثالث أن يجد زائدا أو فاضلا عن حاجتهم في يوم العيد وليلة العيد. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها أثم وصارت قضاء. يشير بهذا إلى أحد الأوقات في زكاة الفطر وهو وقت التحريم، وسكت عن بقية الأوقات. فنقول زكاة الفطر لها خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت استحباب، ووقت كراهة، ووقت تحريم، تمام؟
نكتبها كلها ونرتبها على السبورة. أوقات، زكاة، الفطر. الوقت الأول وقت الجواز، الوقت الثاني وقت الوجوب، الوقت الثالث وقت الاستحباب، الوقت الرابع وقت الكراهة، الوقت الخامس وقت التحريم. وقت الجواز قال فقهاء الشافعية عليهم رحمة الله: وقت جواز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان. يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان، هذا يسمى وقت الجواز. نسألهم لماذا؟ لماذا قلتم يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان؟ قالوا: لأن عندنا قاعدة أصولية تقول إذا كل عبادة مالية لها سببان، كل عبادة مالية لها سببان يجوز تقديمها على أحد السببين. كل عبادة مالية لها سببان يجوز تقديمه على أحد السببين. كل عبادة مالية لها سببان يجوز تقديمه على أحد السببين، لكن لا يجوز أن تتقدم على السببين جميعا، على واحد فقط. نضرب له مثال: كفارة اليمين عبادة مالية، صح؟ ما سببها؟ السبب الأول الحلف، صح؟ والسبب الثاني الحنث. ما معنى الحنث؟ الرجوع في الحلف. مثلا قال: والله لا أكلم فلانا، ثم أكلمه، إذن حصل أنه حلف، واحد، وحصل أنه رجع في هذا اليمين فكلمه. لو قال: والله لا أكلم فلانا، هل تجب عليه الكفارة؟ لا. متى تجب عليه الكفارة؟ إذا تراجع، نعم، إذا حنث تجب الكفارة. إذا الكفارة تجب بأمرين: إذا حلف وإذا حنث. قال: والله لا أكلم فلانا، ثم كلمه، تجب كفارة اليمين. هذا الشخص إذا قال: والله لا أكلم فلانا، حصل السبب الأول وهو الحلف، هل يجوز له أن يكفر قبل أن يكلمه أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز له أن يكفر قبل أن يكلمه. لماذا يجوز؟ لأنه قد حصل سبب، فيجوز كل عبادة مالية لها سببان يجوز تقديمها على أحد السببين، فيقدم الكفارة على هذا السبب، يقدم الكفارة على الحنث، واضح؟ لكن لو قال شخص: أنا سأخرج كفارة، لماذا تخرج الكفارة؟ قال: لأنني أريد أن أحلف أنني لن أكلم فلان، وأريد أن أعود في هذا اليمين، فسيخرج الكفارة قبل أن يحلف وقبل أن يتراجع. هذا يصح؟ هذا الذي لا يصح. لماذا؟ لأنه أخرج الكفارة قبل السببين. أما لو أخرج الكفارة بعد حصول سبب وقبل حصول الثاني، هذا جائز. ومن باب أولى إذا أخرج الكفارة بعد حصول السببين، فلو أنه حلف ثم تراجع ثم كفر، أيضا هذا جائز، واضح؟ إذن نقول القاعدة تقول: كل عبادة مالية لها سببان يجوز تقديمها على أحد السببين. نأتي إلى زكاة الفطر. زكاة الفطر لها سببان، ما هو السبب الأول؟
السبب الأول إدراك رمضان أو جزء من رمضان، تمام. ما هو السبب الثاني؟ إدراك شوال، صح. فهذا الشخص الذي دخل عليه رمضان وهو في اليوم الأول، هل تحقق السبب الأول أو لم يتحقق؟ تحقق. إذن أدرك أحد السببين، ما دام أنه أدرك أحد السببين إذن يجوز له أن يخرج زكاة الفطر من أول رمضان، لأن ماله سببان من العبادات المالية يجوز أن يقدم على أحد السببين. اتضح أو لا؟ إذن وقت الجواز من متى يبدأ؟ يبدأ من أول رمضان. وقت الوجوب، ما معنى وقت الوجوب؟ ليس المقصود بوقت الوجوب أي الوقت الذي يجب أن تخرج فيه الزكاة، ليس هذا المقصود. المقصود بوقت الوجوب أي الوقت الذي تجب الزكاة فيه على من استوفى الشروط، تجب الزكاة فيه، وليس المقصود أنه يجب إخراجها في ذلك الوقت، تمام. وهو إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، أي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا يسمى وقت الوجوب. أي أن من أدرك هذا الوقت، من أدرك غروب الشمس آخر يوم من رمضان تجب عليه، تمام. وقت الاستحباب متى؟ وقت الاستحباب بعد الفجر وقبل صلاة العيد وقبل الصلاة. وقت الكراهة متى؟ بعد صلاة العيد إلى غروب شمسه، أي إلى غروب الشمس آخر يعني إلى غروب الشمس يوم العيد، هذا وقت الكراهة. وقت التحريم أن يؤخرها عن يوم العيد. هذه أوقات زكاة الفطر الخمسة. عندنا وقت جواز من أول رمضان، عندنا وقت وجوب. قلت لكم معنى وقت الوجوب أي الوقت الذي إذا أدركه من استوفى الشروط وجبت عليه، ليس المقصود أنه وقت يجب إخراج الزكاة فيه، وهو عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان. وقت استحباب بعد الفجر وقبل الصلاة. وقت كراهة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس. وقت التحريم أن يؤخرها عن يوم العيد. المصنف رحمه الله تعالى العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل ذكر من هذه الأوقات الوقت الخامس، فقال: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها أثم وصارت قضاء. إن أخرها عن يوم العيد إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث وما بعد ذلك فإنه يأثم إذا لم يكن هنالك عذر، وتكون قضاء لا أداء. الفرق بين الأداء والقضاء أن فعل العبادة في وقتها يسمى أداء، وفعل العبادة بعد وقتها يسمى قضاء. فالذي أخرها عن يوم العيد هذا يجب عليه أن يخرجها وتسمى حينئذ قضاء لا أداء. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد إلا لعذر، فإذا كان هنالك عذر لا يحرم. ومثال العذر أن يكون عنده مال لكن هذا المال غائب غير موجود الآن، فيجوز له أن يخيرها لذلك، أي حتى يأتي ماله ثم يخرجها بعد ذلك. طيب لو قال قائل: أنت أخرتها لأنه ليس عندك مال، لأن مالك غائب، يمكنك أن تقترض، يمكنك أن تأخذ من شخص دينا قرضا وتشتري به قوتا وتخرج زكاة الفطر، ثم لما يأتي المال تسدد هذا الدين، هل هذا يكون واجبا عليه أم لا؟
هل يجب عليه الاقتراض أو لا يجب؟ ما رأيكم؟ لا يجب عليه. قال الفقهاء لا يجب عليه، واضح؟ إذا أراد أن يفعل ذلك فله أن يفعل، لكن لا يجب عليه أن يقترض، بل يجوز له أن ينتظر ماله الغائب. قال رحمه الله تعالى: ولا فطرة على معسر، والمقصود بالمعسر أي الذي لا يجد ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته. ولا فطرة على معسر، وهو من لا يجد شيئا أو لا يجد إلا ما يكفيه ليلة العيد ويومه. ولا يجب بيع مسكنه وخادم يحتاج إليه. لا يجب عليه أن يبيع المسكن إذا كان هذا المسكن لائق به. نعم، إذا كان هذا المسكن فاضل عن حاجته، مثلا عنده بيتان، نقول يجب عليك أن تبيع أحد البيتين من أجل أن تخرج زكاة الفطر إذا كنت لا تحتاج للبيت الثاني. أما إذا كان يحتاج إلى بيت أو أسرته كبيرة يحتاج إلى بيتين، فهذا لا يجب عليه أن يبيع مسكنهم. قال: وخادما يحتاج إليه، وهي أي مقدارها صاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث. ثم قال رحمه الله: ولا تجب إلا من غالب قوت البلد، أي مما كان قوتا غالبا لأهل البلد. فإذا كان قوتهم البر وجبت عليهم من البر، وإذا كان قوتهم الأرز أو التمر أو الشعير وجب عليهم من قوت البلد.